نعم انه يديك المكان مكان انه يديك نعم. المكان يمكن في بعض اصوات زمان تقول لك ما تخصصوا الشهر العقاري وما تسيبوه وانتوا شغلين نفسكم بيه ليه؟ كان في اصوات بتقول كده. اقول لي سيدي ربنا هو في حته الشهر العقاري بره القطاع الخاص بيقوم بيها وبيقوم بيها باجاده تامه وما فيش فيها مشاكل. نعم. بس ليه؟ عشان كل الملكيات عنده مسجله. انا هنا ما عندي الملكيات ده اللي مسجل القله القليله اللي سجل والباقي مش مسجل. نعم. تخيل انت لو اطلقت بقى خدمه الشهر العقاري دي للقطاع الخاص كم المشاكل اللي هيجي لك من ورا الملكيات اللي مش مسجله ده، يقول لك دي بتاعتي لا مش بتاعتي، كم المشاكل كبيره جدا. نعم. امتى مفكر ان الشهر العقاري يدخل فيه القطاع الخاص؟ لما تبقى الملكيات كلها مسجله. وصلنا كام لحد دلوقتي؟ احنا ساعدتوا تعديلات القانون اللي اتعمل وتعديلات تعديلات القانون لا شك يسرت كتير وساعدت والناس عملت، لكن القانون كان ظروفه مش قد كده. ليه؟ جات المشكله الاقتصاديه لا شك طبعا بقى خلى اولويه التسجيل متاخره شويه عن امور اخرى. نعم. لكن ميسره جدا. نعم. وناس كتير يعني الحمد لله سجلت. احنا بنتكلم دلوقتي يعني نقدر نقول كسرنا حاجز كان زمان يقول لك 5%. 5%. لا احنا كسرنا هذا الحاجز. يعني قربنا يبقى 90% اقل من 90% بشويه 89، لكن نزلنا من 95 كان الملكيه المسجله 5% فقط 95 مش مسجل. لكن دلوقتي النسبة دي بتقل والحمد لله نسبة التسجيل هي اللي بتزيد. يعني وصلنا ايه 8-9-10% مسجلين دلوقتي؟ اقدر اقول كده. بندور حوالين العشرة في المية. بندور حوالين العشرة. كويس. وده كويس. ده كويس. يعني القانون صادر سنة كام؟ نعم. 22. يعني نعم. فيبقى كويس، المهم ان في ايه؟ حركة. نعم. حركة عايزة تزيد؟ عايزة تزيد. نعم. لكن الحركة مش واقفة. نعم. بدليل. نعم. شوف كل يوم الجرايد القومية الثلاثة الأخبار والأهرام والجمهورية لازم هتلاقي فيه إعلانات شهر عقاري تسجيل الشهر العقاري. نعم. وده طريق أحد الطرق اللي القانون فتحها للتسجيل، يعني بيتطلب النشر في السوق. هل ساعدكم مسألة الفصل ما بين الضريبة العقارية والرسوم ساعدتكم؟ طبعا طبعا ساعد. طبعا طبعا طب أصل إيه الفكرة إيه؟ الملتزم بسداد الضريبة دي مين؟ البائع. طيب المستفيد من التسجيل مين؟ نعم. المشتري. فأنت ربطت اثنين المصالح متعارضة. نعم. أنا المشتري. نعم. أنا المفروض أستفيد من التسجيل. نعم. تربطني بالبائع اللي ملزم بسداد الضريبة، أنا دخلي إيه؟ خد أنت الضريبة بتاعتك من اللي باع. نعم. وأنا سجل. نعم. والفصل ده لما تم لا شك كان أحد المفاتيح المهمة جدا في قانون الشهر العقاري. فبنطور دلوقتي مكاتب، مش هتبقى المكاتب القديمة موجودة، يعني دلوقتي أنجزنا في التطوير؟ ده كتير بنسب كبيرة جدا. كبيرة. لأن احنا كمان بنهتم إن احنا نفتح في أماكن غير تقليدية. نشوف المول. بنفتح في مولات. نعم. بنفتح في أندية. نعم. أماكن غير تقليدية بالمرأة والناس فرحانة. نعم. طب أنا عايز أقول لحضرتك برضه احنا بنشتغل بالليل. نعم. بالليل. بالليل. نعم. وردية مسائية. في ناس في مكاتب بتفتح بالليل. نعم. عامله شغل